محمد فايق جري على شباب يشوفهم ليعملوا إذاعات ضد الاستعمار من دول حوض النيل، من كينيا وأوغندا وإثيوبيا، ولقى ساعتها ولد آب ولد مريم جابه من روما وخلاه يذيع ضد الأمريكان وضد القاعدة الأمريكية وضد هيلا سلاسي اللي هو يعتبر الموالي الرئيسي لأمريكا في ذلك الوقت بالنسبة لأثيوبيا. كان تولى وزارة الإعلام في ذلك الحين. نعم. كان تولى وزارة الإعلام في ذلك. لا لا لا، كان لسه مستشار شؤون أفريقية أو يعني ماسك الشؤون الأفريقية. فده بدأنا العمل ده، وبدأت اللغة السواحلية، برنامج شهير بالنسبة لنا اسمه إيني كايرو. إيني كايرو وما زال موجود في القاهرة وما زال موجود بالسواحلية، ليذيع بالنسبة لكينيا وتنزانيا وأوغندا اللي هي المستعمرات البريطانية. وبدأ في التفاوض، قال لي الأستاذ فايق إن بدأوا الإنجليز يشتكوا على مائدة التفاوض، إيه اللي أنتوا عاملينه ده؟ بيشتكوا لعبد الناصر، وعبد الناصر ما يعرفش قوي إن تم هذا الإقلاق في الإذاعة. فجاب فايق، يعني فايق ما يرويها ظريفة، يعني إنه جاب فايق، وهو عبد الناصر ده كان مؤثر تأثير، يعني لما الناس تقول لك ما كناش نقدر نقف قدام عبد الناصر يشوفه ينظر في عينه، دي لها يعني شوف الانطباع الآت كان حقيقي. جاب محمد فايق اللي هو مستشار وايده مساعد وظابط زيه، قال له انت عملت ايه يا فايق؟ عملت ايه يا محمد في للناس دي في المنطقه دي؟ ففايق يقول ازاي نزعق، خاف من انه يبقى عامل غلطه وتبقى حكايه كبيره، فهو بيكون نفسه اكيد يعني في الاداره المصريه يعني. فقال له يا فندم ما فيش، احنا بدانا الاذاعه سيادتك قلت نعملها ونوجهها للمستعمرات دي. قال له لا، برافو برافو، انت لازم تتوسع بسرعه جدا لانهم قلقين جدا على ثوره الناس ضدهم، لان كان ساعتها كمان ثوره ماو ماو في كينيا. فكنا هنا مجله التحرير اللي بدات اظن من تطلع من الجمهوريه، انا نفسي بقى واحنا لسه 52 دي وثلاثة يعني 53 و54 بقيت اقرا التحرير دي وشوف ثوره ماو ماو في كينيا. كانت ماو ماو ده اسم ساعتها كانه عيب ناس وحوش، يعني دلوقتي اعترف بانها اسمها ثوره ماو ماو بالفعل حتى في كينيا. فكنا بنأيد ثوره ماو ماو. انا بعد ذلك في ملفات كينيا في السبعينات تقريبا، في اول السبعينات اواخر الستينات، انا شفت الايصال اللي مصر دفعاه لمحامي الدفاع عن جوبو كينياتا، 10,000 دولار اظن او جنيه للمحامي لحمله الافراج عن جوبو كينياتا في ذلك، عشان تتصور العلاقه ازاي. فكان توجيه عبد الناصر ده بما اصبح مؤسسه باسم البرامج الموجهه، ارجو للاسف سمعت انها تدهورت كثيرا في السنوات طبعا الاخيره، وحتى بسمع تاني ان في قدر من العنايه بها، لكن هذا هو تاسيس البرنامج ده. البرنامج ده كان فيه اوضه باذكر فيها اطنان من الرسائل اللي تيجي من البلاد الافريقيه للمذيعين، لأنه يقول كذا، إن حصل كذا عندنا إلى آخره. دليل أن كان هناك تجاوب من تلك الدول أيضا مع مصر، ولم يكن مجرد توجيه أو رسالة ذو اتجاه واحد من مصر إلى تلك الدول، كان هناك لا طبعا كان، لأنه مصر كانت لها معنى الدولة المهمة طبعا اللي بتستقل وبتواجه الاستعمار. ما هو إحنا لاحظ السنوات في ذلك الوقت كان لها معنى كبير جدا. انا ما اقول لك 55 قنبله بندونج وتنويع السلاح، انت هقول لك 56 مباشره يطالب يعني يحصل ازمه بناء السد العالي. نعم. مع الغرب ويرفض الغرب تمويل السد العالي، فتعقد الصفقه على انها السوفييت هيدونا وان احنا نمول من جانبنا جزء كبير بالاساس ايضا، ثم العدوان الثلاثي في فانت عملت ضربه جديده وهي تامين قناه السويس. تامين قناه السويس في الادبيات الافريقيه كلها دلوقتي هي القنبله الجديده لفكره سيطره الشعوب على ثروتها.
فده كانت عملية كبيرة جدا في العالم الثالث ده. وبالتالي في أفريقيا كان عبد الناصر يعني تأميم قناة السويس. وجوم كنيات تذكر ده ومانديلا وكل الناس ذكرت الحدث وروايته. فبتأميم قناة السويس حدث أكبر حادث آخر وهو العدوان الدولي ده من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر. دي خلت يعني بدون دخول في تفاصيل المسألة دي لكن خلت مصر تنتبه إلى أننا إذن أمام حرب ضروس مع الفرنسيين والإنجليز وإسرائيل. يعني هذا ميدانهم هو جزء أساسي في أفريقيا. يعني هذا العدوان قوى من عزيمة عبد الناصر ورجاله على المجي قدما في دعم حركات التحرك ليس سياسيا فقط أو إعلاميا عن طريق الإذاعة ولكن عسكريا كما قيل. لا طبعا كيف تم ذلك؟ هقول لك أول حاجة بان هو القرار المصري الاستراتيجي بان احنا بنشيل الثورة الجزائرية. دي كانت معلنة لسه في القاهرة واتخذت القاهرة مقر لحركة الكفاح المسلح ضد فرنسا. وواضح من النتائج ان عبد الناصر قرر الرد على فرنسا ما هي تم العدوان وانسحبوا يعني اواخر 56 و57 اذا يعني لكن اهانونا يعني اقصد الضربة كانت قوية بالتأكيد وان كنا قدرنا ندفعهم للانسحاب لأسباب دولية ومحلية الى اخره. فمن هنا انت امام لو حكيت لك كل مستعمر من دول تم لازم يدرس ازاي واجهنا فرنسا. فرنسا كانت بتقول الجزائر فرنسية فكان علينا حاجتين دعم الكفاح المسلح في الجزائر نفسها والمشاركة في الحملة الدبلوماسية العالمية لإثبات هذا في الأمم المتحدة. إن كل سنة أنت بتيجي للتفاوض في الأمم المتحدة لطرح فكرة التفاوض مع الثورة ففرنسا تقول لك لا دي الجزائر فرنسية تفاوض مع مين. الدعوة دي خلتنا يعني المحطة الإذاعة أيضا لعبت دور. كنا الساعة 8 دي يبقى برنامج للمغرب العربي كان من أقوى البرامج يقول لك بلادنا ومش عارف إيه يعني إلى آخره. فكان ده جزء. الجزء الثاني كان سيطرة فرنسا على حوالي 15 دولة إقليم أفريقي باسم الكوميونيتي الفرنسية المجموعة الفرنسية بيسموها في غرب أفريقيا 8 وفي وسط أفريقيا 5. فكان علينا دعم حركات سياسية متنوعة في هذه المناطق للمطالبة بالاستقلال لأن كل دي كانت أقاليم مستعمرة. بعد هناك يا أستاذ حلمي من يرى أن عبد الناصر بذلك ربما يكون قد أهدر بعض ثروات البلاد في الخروج إلى لدعم هذه الحركات في حين كان الداخل المصري كان بحاجة أكثر إلى تركيز الجهود وربما النفقات. هل تتفق مع هذا الطرح إلى أي مدى؟ إحنا مسألة الإنفاق على أفريقيا دي مسألة غريبة يعني في أي دعاية في الواقع لأنه إحنا لفترة طويلة يعني أفريقيا ما كانتش مستقلة لما بنينا كل أسس علاقاتنا القوية والثورية وكل ده كانت مش مستقلة أصلا لغاية سنة 60 وبالتالي الكتل الأساسية فيها اللي استقلت 60 و61 ما كانتش ذات علاقة بنا يعني في ذاتها كان الشعوب هي اللي زي ما قلت لك كانت كده بمعنى إيه لكن كل علاقة هقول لك مسألة النفقات يعني هناك من ذكر أنه عبد الناصر كان يريد استكمال زعمته إفريقيا وعربيا أيضا بالامتداد للخارج. ما هو ده وارد. إحنا ارتبطت بعد موضوع خليني برضه أسس لك المسألة شوية. اتفضل. الإنفاق بيجي منين أو الأشكال الإنفاق عموما عشان تقدر هي كبيرة قد إيه ولا ملهاش القيمة دي. بطبع. كانت المنح الدراسية كان هنا آلاف الطلاب الأفريقيين في الجامعات وفي الأزهر. وقرر عبد الناصر لما شاف
الشكوى الأفريقية. يعني أنا بروح حاجات بعدها حصلت في الستينات لما شاف الشكوى الأفريقية من إن طلبة أزهر هيعملوا إيه في دولة مستقلة عايزة مهندسين وأطباء وإدارة ومحاسبة إلى آخره. وإن طلاب الأزهر ما ينفعوناش في كده، ينفعوا في تعليم اللغة العربية. كان كل الطلبة تتعلم بالأساس عشان تروح تعلم في الكتاتيب والمدارس، لأن ده كان يعني طموح أيضا أهلي في المجتمعات الأفريقية. فأمر بتعديل، ومن هنا جت فكرة تغيير هيكل الأزهر نفسه، مش عشان أفريقيا، لكن كان فيها فكرة إنه عايزين مؤسسة حديثة فيها تعليم حديث وتعليم ديني، ولأن تعليم مدني يعني وتعليم شرعي، يعني تعليم مدني يعني من ناحية. فبدأت فكرة تغيير الأزهر. وفي الجامعة حتى تقرر إن الطب والهندسة والزراعة طبعا بيدرسوا بالإنجليزي، فيعتنى شوية أكثر بالطلبة الأفارقة، يعرفوا يعني بالإنجليزي يعني بالإنجليزي، أو بالذات كان الإنجليزي. وحتى الكليات زي العلوم السياسية لما نشأت بقى يتعمل فيها كورسز بالإنجليزي، وأساتذة يدرسوا للأولاد من الدول الأفريقية الأخرى بشكل خاص يعني. فمن هنا بان ان يعني احنا بنصرف على الاولاد دي، بنصرف على اولادنا، ده مثل يعني. ده جزء. اما الجزء الثاني ونرد عليه يعني ليكن مبكرا، فدي كانت علاقات اقتصاديه، علاقات كتير. احنا بدانا نغير فكره ان احنا مزرعه قطن الى تنويع زراعات وتنويع الصناعات. وكان الامل بالعكس، الجزء من الدراسات يقول ان المصريين كانوا عايزين يستثمروا افريقيا، يستغلوا افريقيا في التجاره. بشركه النصر دي اللي بتيجي سيرتها كتير بالمناسبه، دي كانت شغلتها ترويج البضاعه المصريه. صارت اتهامات ان شركه النصر كانت وانا ما اعرفش هدفها استخباراتي او حتى اللي بيتهموا دول هقوم يستحوا شويه بالمره كده، لان انا تعبت من الموضوع ده، وكل اللي اشتغلوا في افريقيا يتعبوا منه. بمعنى اولا دي شركه لتجاره للتصدير والاستيراد، وده مكسب اساسي لاي دوله بتنمو اقتصاديا. زائد ان كنا هنعمل ايه بالظبط؟ دول ما كانش يعني اتهمنا بتأييد او مخابراتنا في السعودية، في اليمن، في سوريا. ايوه بنعمل انقلابات والشهرة الغريبة دي لها من يدافع ويشرحها. لكن انت في افريقيا ما كانش لنا هذا المطمح في وصول مثلا ضباط من تبعنا للسلطة في كذا، في نيجيريا او غانا او الى اخره، ما كانش ده. فمنين انا حودي شركة النصر اذا سابت هذا؟ حتى كنا احنا اعضاء من اوائل الستينات وبعد قيام منظمة الوحدة الافريقية في لجنة تحرير المستعمرات. كانت المستعمرات دي في غينيا بيساو وكاب فير في غرب افريقيا، مستعمرات برتغالية. كانت في ساو تومي برضو قدام نيجيريا، كانت في انغولا وموزمبيق على نطاق كبير، وبعدين كان موضوع الكونغو ايام لومومبا وانقاذ لومومبا. ده كان علينا ان احنا ايوه نودي سلاح لحركات التحرير. واتصور ان حتى مرات كانت تتمسك الجايز صفقات ولا بتاع رايحه، فلانها بتركن في دكار، فممكن تتمسك عشان تروح غينيا او تنزل سلاح لغينيا بيساو في مراكب. يا عزيزي الناس دي ما تربطش ان مصر هذه كان لها اسطول تجاري بيلف افريقيا، باعوه في السبعينات، باعوه السادتيه في السبعينات للاسف الشديد، وصفيت شركه النصر وصفي الاسطول التجاري. هل كان يعني دوله صغيره من نوع مصر يبقى لها اسطول بيمر على المواني الافريقيه؟ هل كان لذلك علاقه بتلك الاتهامات؟ يعني بعد عاملين اسطول لنقل مؤامرات لافريقيا، مساله التصفيه في العهد السادات كما ذكرت حضرتك، هل يمكن فهمه انه كان ليه علاقه بهذه الاتهامات؟ كانت شركه الدوله والسادات بيبيع القطاع العام. ما هي النصر، شركه النصر هتبقى صفيه في اطار ايه؟ مش يعني مجرد ان مركز مخابرات. الى هنا وصلنا الى ختام هذه الحلقه من شهاده للتاريخ، نلتقي مره اخرى
في الأسبوع القادم لاستكمال شهادة ضيفنا الكريم الأستاذ حلمي شعراوي المدير السابق لمركز البحوث العربية والإفريقية. إلى اللقاء.